سفير تايدر يقترب شيئا فشيئا من الرحيل عن إنتر ميلان الإيطالي بعد أن وضعته الإدارة خارج حساباتها تحسبا للموسم الجديد، ووجهته تبدو أقرب إلى نادي وستهام الإنجليزي الذي يصر عليه منذ الموسم الماضي. الصحافة الإيطالية أشارت يوم الثلاثاء إلى اقتراب الدولي الجزائري من التوقيع لفائدة نادي وستهام بسبب تواجد المدير الرياضي للنيراتزوري بييرو أوزيليو في إنجلترا لمناقشة تفاصيل الصفقة مع المدرب سام ألاردي. إدارة النادي الإنجليزي رصدت في البداية 3 ملايين يورو قبل أن ترفع قيمتها إلى 7 ملايين، وهو الأمر الذي جعل لاعب بولونيا السابق يقترب من ترك قلعة النادي اللومباردي في فترة التحويلات الصيفية الحالية، خصوصا وأنه يبحث عن فريق يتيح أمامه فرصة اللعب أساسيا الموسم المقبل.